يقول: لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، إلا أنني لم ألبس قفازين، وذلك لعلمي بأنه من محظورات الإحرام علي، وذلك وأنا محرم، وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملا، فهل في تغطية وجهي محظور؟ أرجو إفادتي مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة. وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذا الحال يجب عليها أن تغطيها، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان وحالوهم فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزوهم فإن جاوزوهن كشفن وجوههم. وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافا لقول بعض أهل العلم الذين يقولون لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها، لأن هذا الشرط ليس له دليل من السنة.